develop technologies that can help us begin to contend with the challenges of climate. It is technology that brought us to where we are. Technology represents the main instrument that is helping us to damage the environment. It's technology that will help us reverse engineer that. في النهوض لذا فإنه من المهم أن نحشد عقولا جديدة ونستخدم ونتبنى أفكارا جديدة للتعامل مع القضايا المرتبطة بما يحدث. أنا سعيد جدا لكي أكون جزءا من هذا البرنامج الابتكاري وأهنئ كل هؤلاء الفائزين وأيضا أهنئ رئاسة كوب 27 مصر على إطلاق هذه المنصة التي احتوت على هذه الحدث اليوم. أيضا أود أن أهنئكم لأنكم تؤمنون بأنفسكم وبالأفكار التي تتبنونها، وأيضا هذه الأفكار أفكار رائعة، ونحن نشجعكم وعلى أن تطوروا أفكاركم وتساهموا في العمل الإيجابي وتستطيعون تغيير هذا الوضع في قارتنا. شكرا معالي الوزيرة، وأتطلع للمزيد من الفعاليات. شكرا سيد راما، ودعني أيضا أشكر أفريكزيم بانك، بنك الإفريقي للاستيراد والتصدير. حين نتحدث عن التكنولوجيات والابتكار والشباب، حضرات السادة، حضرات السادة الشركاء والضيوف، اسمي أنتوني نجاش وأنا أدير الأعمال الخاصة بجوجل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أنا سعيد لوجودي هنا معكم في كوب 27 في مصر. هذا أول كوب أحضره وأنا سعيد جدا. إن الشغف بالتكنولوجيا وبأهمية التكنولوجيا في حياتنا اليومية للبشر وللاقتصاد وبصفة خاصة للتغير المناخي. إذن الحلول والابتكارات التي تقدم يجب أن تؤدي إلى وجود ممارسات مستدامة أفضل في أفريقيا وما وراء أفريقيا فيما يتعلق بالأمن الغذائي والزراعة والطاقة، وهذه الابتكارات سوف يتم دعمها من خلال تلك البرامج وتساعد الأعمال والأفراد لاتخاذ قرارات أكثر استدامة كل يوم. إذن نحن سعداء جدا لدعم هذه المبادرات ونقدم التدريب اللازم للإسراع بنمو الأعمال للشركات الناشئة، ونحن يجب أن نحدد كيف يمكن أن نغير هذه الأفكار وكيف يمكن لهذا النوع من الدعم الذي يمكن أن يحدث فرقا. نحن نفهم أهمية التعاون وكيف يمكن من خلال العمل الجماعي، القطاع الخاص والقطاع العام، كيف يمكن أن نتحد ونكافح التغير المناخي. هذه هي الطريقة الوحيدة التي نستطيع من خلالها أن نخفف أثار التغير المناخي. إذن الشراكة مع وزارة التعاون الدولي، وزارة الاتصالات والتعاون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة البيئة، سيساعد الجميع في اتخاذ قرارات مستدامة يتم الاستفادة منها من خلال ملايين البشر، ويكون هناك مسؤولية في اتخاذ هذه القرارات. هذا قد يكون إما باستخدام خرائط أو أن يكون هناك المعلومات الصحيحة حين تتوجه إلى اليوتيوب. من المهم جدا أننا نقدم هذه الحلول وتلك الأفكار. هذه البرامج أيضا تقدم مساعدات للشركات الناشئة لتحقيق نمو مستدام، وأنا أتطلع لرؤية التقدم والنجاح، وأيضا نحن نتطلع لرؤية الفائزين. وشكرا جزيلا. دعوني أنتقل ليو اس اي اي دي، الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي.
شكرا جزيلا. مساء الخير سادتي وسادتي، حضرات السادة، اسمي جيسون تايلور وأنا سعيد لوجودي هنا نيابة عن المدير المفوضية الأمريكية. نحن هنا نتحدث عن المسابقات. هذا حدث رائع فيما يتعلق بكوب 27. نحن نتعامل مع إجراءات التخفيف والتكيف والحلول الخضراء، ونحن ندعم الابتكار والصمود نحو المناخ وأيضا الشراكات. التغير المناخي يعتبر تهديد ولا يعترف بحدود. الولايات المتحدة ملتزمة بالتعاون مع شركائنا الدوليين لتقوية الأمور الخاصة بالتغير المناخي، ونحن نتعاون مع مصر لتحقيق إجراءات التخفيف والتكيف فيما يتعلق بالتغير المناخي وتقديم حلولا مناخية. هناك 33 مليون دولار تهدف لدعم هذه المسابقة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي ووزارة البيئة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هناك أيضا أصحاب مصلحة آخرين، هناك برنامج الغذاء وجوجل وغيرها، وهم أيضا مشاركين في إنجاح هذه المسابقة. نحن إذا ما كنا نتحدث عن الأضرار والمخاطر الخاصة بالتغير المناخي، فإننا يجب أن نتحدث عن المفاهيم. هذا العقد عقد حاسم بالنسبة للأجيال القادمة. في كوب 27 يجب أن نجد حلول معا، ويجب أن نلقي الضوء على ابتكارات الخضراء، وكذلك أن تكون هناك أجندات متعلقة بمعالجة قضايا المناخ. البرامج مثل هذه البرامج مهمة جدا، لأنها تأخذنا إلى الخطوة التالية وهي التنفيذ. وبعد ذكر الأسباب المتعلقة بكل القضايا المناخية وتأثيراتها، فإننا يجب أن نبدأ في العمل. نحن من يحدث التغيير، وأنا أشكركم جميعا على الإبداع الذي أظهرتموه عبر الأشهر الماضية وقدمتم عملا مذهلا. شكرا على أفكاركم الرائعة والملهمة، وتهانينا لكم مرة أخرى. شكرا جزيلا. ننتقل إلى برنامج الغذاء العالمي. لدينا العديد من المناقشات الخاصة بكلايمت تكران، وأود أن أشكر فريقك على كل العمل الذي قمتم به. تفضل. حضرات السادة أعضاء المنصة، المتنافسين والمتسابقين، أعتقد أن هذه لحظة التتويج، هذه هي لحظة الانتقال من التعهدات إلى الالتزامات، لحظة تحقيق الأحلام إلى واقع. نحن لدينا الأجندة الخاصة بأزمة المناخ، وهذا يظهر أننا اليوم لم تعد الأزمات محلية، لم تعد في أماكن صغيرة، لدينا ظواهر عالمية تمس الكل، وهناك كان هناك متنافسين ومتسابقين لديهم أفكار يمكن أن تذهب لملايين الأشخاص بشكل مباشر وبشكل لحظي، تؤدي إلى إحداث حلول سريعة وحلول لحظية فيما يتعلق بالطاقة والنقل وسلاسل الإمداد، وهذه أمور تتكامل جميعها. ولهذا فإن فكرة سيادتكم معالي الوزيرة قد أصبحت مؤدية إلى نتائج فعلية. تهانينا للحكومة المصرية وإلى سيادتكم في هذا الحدث. هذا أيضا تم من خلال وجود فراغ. كان هناك فراغ استطاع أن يجتمع فيه الأفراد، وأنا أستطيع وأنت تستطيع. الأمور كلها كانت تتم بشكل تعاوني، والآن أنا أؤمن بأننا نكسر الحدود التقليدية ونبني جسور. هذه الجسور المبنية على التكنولوجيا التي ستقدم لملايين من البشر. مرة أخرى
نحن هذا ما نصب إليه جميعا، ومن خلال برنامجنا فإن هناك 9 مليون شخص يستفيدون من هذه البرامج. والآن حان الوقت لأن أشكركم جميعا على تفكيركم والذهاب لما هو أبعد. أنتم مقتنعين أن السماء ليست هي الحدود، إذا ما فكرتم فإنكم تستطيعون أن تقوموا بالعمل. تهانية لكم جميعا. أرى وجوه المحتفلين الآن، هناك الكثير من الطاقة، وهذه الطاقة جيدة جدا. أشكركم على ابتساماتكم وعلى هذه الإيجابية. ألكسندرو، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لديه حاضنات ولديه مسرعات نود أن نستفيد منها. تفضل. شكرا جزيلا دكتور رانيا، تهانينا لكم على جمع كل هؤلاء الشركات وعلى دعم كل هؤلاء الشباب. أنتم تستحقون الكثير من الشكر على ذلك. لدينا الكثير من التحديات، لدينا الكثير من المنافسات، ولكن هل هذه الشراكة ستحدث فرقا؟ نعم، هذا ينطبق على موضوع اليوم. نحن هنا نتحدث عن التغير المناخي، هنا الابتكار والتكنولوجيا. واضح جدا أننا لدينا أولوية كبيرة في هذا الشأن، وهدفنا الأساسي يجب أن يكون كيف يمكن أن نسخر التكنولوجيا وإمكانياتها لتقليل انبعاثات الكربون وبناء الصمود وحماية البيئة، لأن هذه أهدافنا الأساسية. ودعونا نطبق هذه التكنولوجيا بعد المسابقات مثل هذه لكي نطور مدن ذكية ولكي يكون لدينا زراعة ذكية. كل هذه الأمور لم تكن ممكنة منذ عدة سنوات قليلة. الآن أصبح هناك تسارع يدفعنا إليه الأزمات التي نمر بها. إذن هذه فرصة للتقدم للأمام وللقيام بالإسراع والتسريع. وكما تعلمون نحن في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدينا معامل للتسريع، ونعمل على تبادل مثل هذه الابتكارات لإيجاد الفرصة للشباب لكي يفكروا بشكل ابتكاري، وأن ولا أن يظلوا داخل الفقاعة الخاصة بهم. يجب أن يتعاملوا مع الأفكار بشكل منفتح. سعيد لكوني جزء من هذه الشراكة. آي جلوتشا، وهذا اسم ابتكاري ومبدع جدا. شكرا جزيلا. أنا من الجمعية الدولية لمواجهة التحديات الدولية، وسعيد جدا لوجودي مع وزيرة التعاون الدولي، لأن كما يقول اسمنا فإننا ننظر كيف يمكن أن نجعل العالم أكثر تأثيرا في الكفاح ضد أزمة المناخ. وكذلك نحن نعرف الثقافات والتكنولوجيات والإبداع، هذه هي الركائز الثلاثة التي يمكن التعامل معها في هذا الصدد. وفي العام الماضي قمنا بتنظيم منصة رقمية تخص COP26، وأيضا لدينا العديد من الأنشطة والشراكات. من المهم جدا أن نصل لعامة الناس ونجعلهم جميعا منخرطين ومشاركين في العمل، وأن يساهموا في حلول الابتكارية الرقمية. ولدينا جناح في المنطقة جيم، ونستطيع أن تروا في الساعة 5 عرضا تقديميا حول الفنون الرقمية، وأنتم جميعا مدعوين لحضور هذا العرض، وسعيد لوجودي بينكم. أعتقد أنه حانت اللحظة الآن، وقبل أن نتحدث عن الفائزين دعوني أعرف 15 شخصا الذين هم هنا في شرم الشيخ.
شكرا على تقديمكم وعلى العروض التقديمية التي قمتم بها، وشكرا على كل الأفكار الابتكارية التي أتيتم بها إلى شرم الشيخ. أعتقد أن هناك شخص يجب أن يقول لي ماذا سأفعل. The third global startup. الشركة الناشئة الثالثة وهي المركزة على الطعام والأمن الغذائي كولتيفا من إندونيسيا. USAID, if you can give the check. الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي. يمكن أن تمنحونهم الشيك الخاص بهم. مبروك. شكرا. Okay. Thank you. The second. الثاني. The second top global startup. الشركة الناشئة الثانية وهي تركز أيضا على الأمن الغذائي والزراعة والتكيف، وهذا أمر مهم جدا في الابتكارات والحلول، وفي هذا الوقت هو من المملكة المتحدة إيرثلي. الشركة الناشئة الثانية وهي أيضا مرتبطة بالتكيف لكن ليست في الزراعة، هي في إدارة المياه. وجنوب أفريقيا الذهب السائل liquid gold. تهانينا. شكرا. والآن الفائز رقم واحد وزميلي سوف يمنحه الجائزة وهي في إدارة المخلفات. إذن التكيف ظاهرا كثيرا في هذه المسابقة من كاميرون بيغلي من كاميرون. And then the final one, and let me ask. وأخيرا دعوني أسأل السيد راما أن يقوم بمنح الجائزة الأولى. Thank you, President Urama. السيد راما. And for the top global startup, and again, food security and agriculture. مرة أخرى نتحدث عن الزراعة والأمن الغذائي. تذهب الجائزة لأحد شركات الأمن الغذائي. This time it's from هذا الوقت from the United States من الولايات المتحدة الأمريكية. رايت بلات. I think you're American Egyptian. Is that أعتقد correct? أنك okay, مصري أمريكي. حسنا. Maybe with all the winners, if we can come to stage with the partners. أطلب من كل الفائزين أن يأتوا هنا إلى المنصة ليلتقوا مع الشركاء.
Well, I think this will not be the last competition. We should do more. Yes. With more partners. And let me also recognize my two colleagues who couldn't make it, Ministry of Environment. وزارة البيئة دكتورة فؤاد والدكتور عمرو طلعت وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هم أيضا جزء من المنافسة شكرا للفرق التي عملت جيدا وللمحكمين الجميع كان يعمل بحماس شديد وحب شكرا جزيلا شكرا تامر شكرا تامر شكرا تامر Thank you.